أنا معايا من فرنسا بينضم لنا السياسية الفرنسية الدكتورة جيهان جادو. الأول برحب بيكي معانا يا دكتورة جيهان في 90 دقيقة. دكتورة جيهان، ألو، العازي بتاعكم يا جماعة مش من أول مرة. طيب على بال ما نعاود الاتصال بالدكتورة جيهان، عايزة أقول لكم يعني اختصار حقيقة الوضع اللي قالته سارة في فلسطين، إنه لا تزال الحرب مستمرة، غزة لا تعيش بدون ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا دواء ولا أي حاجة، والحكومة الفرنسية الإسرائيلية رافضة إنه أي حاجة إمدادات تدخل لغزة، معمول حصار زي ما قلت لكم. ليه؟ علشان يفتحوا الباب اللي ورا ويعدوا منه، لكن لا فلسطين هتعمل كده ولا مصر هتعمل كده، محدش بيسيب عرضه، هم ما يعرفوش يعني ايه عرض. ارجع للدكتوره جيهان جادو بتنضم لي من فرنسا، برحب بيكي دكتوره جيهان جادو. بيتك يا فندم، اهلا بيكي وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. دكتوره جيهان، كان في تصريح لمارين لوبان انه اهل غزه يروحوا سيناء، ايه رايك؟ صحيح، يعني الحقيقة طبعا. ومين مارين لوبان دي اللي دخلت انتخابات الرئاسية مرتين وفشلت؟ يعني ايه كينونتها عشان تطلع تقول كده؟ أنا هقول لحضرتك، هي الفكرة المشاهد طبعا لازم يبقى متأكد من حاجة مهمة جدا جدا. من أول الدول اللي بتتعامل بمنتهى الحيادية وبتدعم بقوة فلسطين هي مصر. ما شفتش دولة في العالم لحد الآن، لا دولة عربية، وخليني أقولها كده بقى علنا قدام الناس كلها، لا دولة عربية ولا دولة أوروبية ولا حتى أمريكا، وأمريكا نفسها، وفي وسط كل اللي بيحصل ده مصر هي المتبنية القضية الفلسطينية منذ الأزل. والحقيقة مشوار مصر كبير جدا جدا جدا، عشان بس المشاهد يبقى فاهم، وأي حد يشكك في أن مصر مش عايزة تساعد فلسطين خاطئ خاطئ خاطئ. أما حتة التوجه الآن، وهو طبعا ده توجه غربي صرف، اللي أنا متفهمة إن ما يحدث على الأرض الفلسطينية وقلوبنا كلها مع فلسطين ومع شعب فلسطين، لكن بكل أسف إحنا بنتكلم في قضية خطيرة جدا للغاية. لما ألاقي التوجه الغربي كله بيشجع إن يكون الحل هو إن الفلسطينيين إخواتنا طبعا وأهلا بيهم على أرض مصر، لكن في هذا الوقت بالذات، يعني ده توجه غربي كامل من كل الدول الأوروبية. نعم نعم، يعني معظم الدول الأوروبية مع هذه الـ يعني الأطروحة بأن مصر تفتح أو تعمل ملاجئ للأخوة الفلسطينيين، يعني عشان الحالات الإنسانية. ما إحنا طبعا مصر بتقدم حالات، بتقدم معونات للحالات الإنسانية، ومصر بتستضيف كتير من الحالات الإنسانية، وما فيش حد عمل مستشفى ميداني غير مصر، وقوافل طبية وأدوية وغذاء في غزة. إحنا مصر مدية، طبعا مصر مدية كل قوتها للشعب الفلسطيني وبتساندهم بقوة، ومع القضية الفلسطينية، وهي اللي بتتبنى عملية السلام منذ الأزل. يعني لما انا اسمع في التلفزيون الفرنسي مارين لوبان او غيرها او غيرها في اي دوله وبيحملوا مصر فوق طاقتها وبيخليهم ان هم ياخدوا حته من سيناء، لا لا، يعني لغايه هنا معلش احنا بنقف وبنقول مفيش حد يتدخل ابدا في شان مصر. سيناء للمصريين فقط، سيناء لولادها اللي دفعوا دمهم عشان يحرروها، سيناء اللي جنودنا ماتت بسبب حربها على الإرهاب، وإن الضباط بتوعنا ماتوا في سيناء من جراء فتح معابر رفح من قبل كده، والمتسللين الإرهابيين وصلوا أرض سيناء عن طريق المعابر والأنفاق اللي كانوا بيعملوها. لا، لما يجي الوضع يجي لغاية سيناء يبقى استطب. كل بلد في العالم بتحاول تحافظ على استقرارها، بتحاول تحافظ على أمنها، وبتحاول تحافظ على ولادها اللي هم ممكن يستشهدوا في اي لحظه. ما احنا كمان محددين بالخطر،
ما احنا كمان مهددين بالخطر. يعني معنى ان غزة او فلسطينيين على عيننا وعلى راسنا ويجوا عندنا ارضنا، طب ما هي ممكن اسرائيل تبعت لهم صاروخ يجي على ارض سينا، وسينا هي دي مش فيها مواطنين مصريين برضو عايشين فيها؟ ما هو كده هم بيعملوا حرب مباشرة ما بين اسرائيل ومصر، وده اللي احنا مش عايزين نرجع له تاني. صح. كفاية احنا خلاص، احنا عايزين سلام مصر. لا وبعدين يعني هو انا لما فلسطين تدخل هو كده السلام عم اصبح يعم بين فلسطين واسرائيل، ولا ده هيضرب صاروخ من هنا وده هيضرب صاروخ من هنا وعلى ارض مصر ومن مصر وعلى مصر؟ طب يا فندم انا عايزه اقول لحضرتك ان وبعدين ما تتبرع فرنسا، هي فرنسا الست نعم. الفرنسيه دي وفرنسا هل تقدر تتبرع من حته ارض من عندها؟ لا دي طبعا ده يتشنق فيها رقاب، ده توجهها النهائي. ما يدوا هم لاسرائيل تمشي كل الاجانب من على ارض الفرنسيه، توجه ماري لوبان ان هي مش عايزه اي عربي على الاراضي الفرنسيه، مش عايزه اي مسلم. هي متطرفه دكتوره شيهان، هي طبعا هي وده منهجها الحقيقه واضح. يمين متطرف معروف ان هو معاداته للعرب، معاداته للاسلام، معاداته للاجانب، هي عايزه تعمل فرنسا لفرنسا. طب انا عندي اقتراح، بتدافع عن بلدها، عندي اقتراح، هما يبعدوا وينسوا مصر خالص، مش دعوا مصر، هما مش هيقدروا على مصر، ما يروحوا بقى أي دولة من الدول الداعمة تديهم حتة وينقلوا فيها. الفكرة يا فندم الإسرائيليين يروحوا هناك أي طبعاً. دولة تدعوهم، ما هما كلهم على بعض قد إيه، كام 10 مليون يا جماعة ولا كام؟ حد يرد عليا. 10 مليون أي بلد تاخدهم تستضيفهم الإسرائيليين طبعاً. هي الفكرة يا فندم ان احنا بنراهن على وعي الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه، لا تقبلوا بهذا الوضع. الوضع انا نعم مصر معاكم وفي ظهركم وبترعى القضية منذ الأزل، طبعا خلكوا في مأمنكم، خليكوا في مكانكم، ما تسمعوش لأي حد ان هو يقول ان مصر مش عايزاكم على أرضها، دي عشان خاطر يحدثوا فتنة ما بيننا وبين معلش دكتورة جيهان، هم الفلسطينيين تفتكري ان هم يتنازلوا عن ارضهم اللي فقدوا فيها يعني تقريبا معظم شعبهم من سنة 48 ملايين الشهداء، عشان يجوا النهاردة يتنازلوا عن ارضهم ويروحوا ياخدوا حتة من ارض مجاورة ليهم من بلد تانية؟ لا طبعا ما كانتش المقاومة الفلسطينية، هي دي تصفية القضية ونتيجة القضية النهاردة. لا يمكن الفلسطينيين هيوافقوا بده لا يمكن الفلسطيني يتهاون عن أرضه، ولا يمكن للفلسطيني إن هو هيبيع أرضه، هو متمسك بأرضه وبيموت شهداء يوم بعد التاني عشان الأرض. إحنا مع الفلسطينيين وبندعمهم، لكن طبعاً. يعني مصر إقرار أمنها خط أحمر مش هينفع ابدا. الحل اللي الغرب عايزين يصدروه للعالم كفايه لغايه كده، مصر قدها وقدود ان شاء الله. طيب دكتوره جيهان، يعني انت عايشه في قلب باريس، وانا شفتهم يعني طفوا برج ايفل تضامنا مع اسرائيل، وبيعملوا وقفات تضامنا مع الشعب الاسرائيلي. ايه اللي بيحصل في فرنسا؟ احكي لنا يعني تحديدا، قولنا شويه معلومات. يعني انا هقول لحضرتك، هي طبعا يعني انا مش قادره اتفهم الموقف ده، مع ان فرنسا المفروض ان هي من اولى الدول اللي بتؤمن بالحريات والحقوق وبتراعي يعني حقوق الانسان، لكن الحقيقه اللي انا شايفاه للاسف طبعا، وطبعا ان انا خطير ان انا اقول كده، بس للاسف هم كل دوله بترعى مصالحها الاقتصاديه حاليا. ما حضرتك ما تنسيش ان يعني الاقتصاد القوي لليهود هنا في فرنسا، والشركات اليهوديه هي اللي بتدعم اقتصاد فرنسا، فطبعا بكل تأكيد كل دولة في العالم بترعى مصالحها، هي مصالح بحتة وليس لهم علاقة فرنسا أو غيرها من الدول. يعني الحقيقة لا يهمها على الإطلاق يعني القضية الفلسطينية أو إسرائيل، من مات من استشهد، ما يعني هم مش في دماغهم غير المصالح. لأن يمكن بتصريح خطير جدا، وقال إن لو في حد يهودي مات على أرضه كأنه قتل سولدا فرنسي، يعني جندي فرنساوي. فطبعا هم دلوقتي في حماية كبيرة جدا لليهود هنا، في وقفات كتير مستمرة عشان يساندوا إسرائيل، بالرغم ان انا شايفة يعني إسرائيل عاملة مذابح كتير جدا منذ الأزل،
ولما فاقت فلسطين. طيب دكتوره جيهان معلش عايزه اسال سؤال، الجاليات العربيه في فرنسا هل بنظمت وقفات تضامنا مع فلسطين؟ عايزه اقول لحضرتك انا حتى لو في جاليات بتنظم انا عايزه اقول يعني احنا مثلا عندنا فرحت قوي بشباب الجامعه الامريكيه وعامل وقفات وهم بينادوا وبيهللوا بتضامن مع شعب فلسطين وفي كتير قوي من الشعوب العربيه للأسف الشديد حتى لو في مظاهرات انت عارفة حضرتك طبعا هي لازم يتوافق عليها امنيا عشان خاطر يقدروا يعملوا كده، لكن طبعا اكيد لو في طبعا يعني هم هيوافقوا على اللي بيدعم اسرائيل مش اللي بيدعم فلسطين. بالضبط بالضبط كده. بشكرك جدا السياسية الفرنسية جيهان جادو.